المضافة اللي جات في إطار البرنامج الحكومي أو رش اللي استفدت منه المنظمة المغربية لحماية الطفولة فراش توكيت بها اللي خصت ليه واحد عدد ديال المستفيدين اللي كيزيد عن 44 مستفيد. هذه الحملة اللي استهدفت مجموعة من الأحياء السكنية ديال سيدي بي والمدارس العمومية والمؤسسات العمومية والمرافق العمومية، يعني استطاعت أنها يعني تنقي يعني الأجواء الفضاء وتلقى واحد الترحيب من لدن الساكنة اللي صراحة كانوا كيقولوا بأن المنطقة فيها كثر الأزبال، كتعيش واحد يعني واحد اسمت واحد الظاهرة ديال انتشار الأزبال والأوبئة. ولكن الحمد لله من فضل هذه المبادرة الملكية ديال أورش استطعنا أن نخلق واحد متنفس كما كتشوفوا كما كتعينوا هذا الفضاء ديال المتنفس ديال الأطفال، عاودنا نقيناه وباش أنه يكون واحد البديل لهاد الأطفال لهاد الأولاد وهاد العائلات اللي كاينة قريبة منها باش أنه إن شاء الله يكون في المستوى اللائق به. في الحقيقة هاد 3 شهور اللي ديال هاد البرنامج غير كافية باش أننا نحدوا من هاد الظاهرة أو ما أمكن، يعني أننا نواكبوا هاد الملف ديال الأزبال انتشار الأزبال ونظافة الأحياء كيستدعي أنه تمكن من واحد المدة زمنية اللي من خلاله ممكن أننا نشتو هاد البراتين ديال هاد الظاهرة ديال الأزبال على مستوى الأحياء ديال سيدي. سيدي هاد الحملة راه زوينة وزادة باجاتنا أيام ليها، راه كان عامر هنا بالجبل والناس هاد الناس ديال هنا راه ما تزاوها في والو، المهم الجبل كيطيح هنا الناس اللي داز راه كيشوف هادشي بعينيه وهادشي راه ما خدام. دابا راه لاباس ملي كان هاد المبادرة راه الحمد لله راه كلشي بخير وعلى خير، دابا كيتجمع الزبل دابا راه كيتجمع الدراري دابا راه كلشي بخير، ايوا هادشي اللي بغينا نقولو استمر، بغينا هادشي يستمر ماشي بغينا دايما خص هادشي يتسيدو، هادشي ديال الماء والثاني اللي كان في الزناقي والناس كيقلبوا على زيكو ولا زيكو ما كاين، هادي ديما كل عام يقول لك لا زيكو غندوزو لا زيكو، انت باغي تزوجو هاد لا زيكو كل انتخابات يقول لك لا زيكو غندوزو، هاد الناس راه لا اله الا الله غادي يطلع الجماعة يقول لك غندوز غندوز فين باغي يدوز، ما كاين اللي تزاها فينا ما كاين اللي يقول لنا لا لا اله الا الله، ما كاينش واحد اللي غادي يتعاون معنا في هادشي. انتوما دابا راه بخير وعلى خير، دابا تجمع الزبل كلشي في زناقي الحي هي الزنقة دابا نقية والدراري الله يحسن العوان كلشي بخير. حنا سيدي كنشكر هاد المبادرة الناس اللي خلاونا خدامين هنايا كنضفوا هنايا كنشكر بهاد الجمعية، حنا راه خدامين بخير وعلى خير الحمد لله، الله يجازيهم بخير اللي نضفوا هنا ونلقاو سيدي في بي والجماعة سيدي في بي ولا الناس اللي خدام في هذه المبادرة، ما كنشكرهم بزاف، احنا خدامين معاهم بخير وعلى خير الله يجازيهم وعاش الملك. الناس تجاوبوا معاكم في هادشي؟ نعم الناس الساكنة والساكنة كيقول لكم اسيدي الله يجازيكم راه خدامين ولقيتوا لنا الحي بخير وعلى خير الحمد لله، الناس كيشكرونا بزاف، تاهما الناس فرحانين بهذا العمل.